احكي لنا غادة ايش المقادير. واحد دجاجة مسلوقة، اثنين بصل، ربع كوب زيت زيتون، ملح وفلفل، بهار، رشة جوزة الطيب، اثنين معلقة كبيرة او ثلاثة معلقة كبيرة سماء، واحد كوب رز، واحد خبز شراك، واحد كوب لأربعة كوب لبن زبادي، اثنين فص ثوم، ليمون، وللوش لوز وصنوبر، ولقيت رمان كمان قلنا نحط. في عايزين كمان خبز مقلي ورمان، وعلشان الرز المقلي هنتبله بالتتبيلة ثلاث معالق كبيرة ليمون، ومعلقة كبيرة خل، واحد ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة، وفلفل حار، وده طبعا حسب الرغبة. بالظبط. برافو غادة. أنا ما بشوف، أنا مش شايفة، أنا لو مامتي شافتني هتزعقلي، لأن أنا كل ما بجيب بعيد بعمل كده بتقعد تزعقلي البسي نضارة لو ما بتشوفيش. لا أنا بلبس بس صعب. عندي نظارة يمكن جبتها من سنة ولبستها يمكن مرتين من ساعة لا جبتها. أنا دايما لما أقرأ وأحضر التلفزيون لازم ألبسها، بنساها. أنا ما بحب العدسات، بحب النظارات هيك. بتبيني مثقفة وهيك. أيوة صح. وحركات. أيوة. طيب دلوقتي بس عايزين نعمل كده يعني سريعا الصوص بتاع. انا العيش يعني الخبز ده بحب اتبله، ما بحبش احطه زي ما هو. كمان. فبحط له شويه ليمون وشويه كزبره ناشفه وشويه يا اما فلفل حراق، يا اما لو عندكم دي بهارات حراقه، يعني هي شطه بس ما تضاف لها شويه بهارات، فلو عندكم دي كمان بتدي طعم حلو جدا. خلينا الاول نعمل الزبادي اللي عندنا، اللبن، هنحط الثوم، وهنحط ليمون، نحط ملح، وندوق نشوف ايه الاخبار. هي الاكلة دي بصراحة لطيفة، ويعني هو مسخن بصراحة حلو وطعمه لذيذ، فحلو ان احنا نفضل نحطه في يعني مره عملنا فطيره مسخن. كمان دي النهارده ده كمان طعمها لطيف. تغيير. تحبي المسخن؟ طبعا. ممتازه، بس يمكن لو حطينا رشه ملح كمان، بس رشه. طيب ده كده تمام. خلينا بقى نحط دلوقتي اللي هنتبل بيه الخبز المقلي اللي عندنا ده، الخل، وهنحط معاه شوية كزبرة ناشفة، وهنحط معاه البهارات الحراق ده اللي قلنا عليه، وده طبعا اختياري يعني. وبرضو نحط نتفة ملح، بس كده. دي كده ده علشان ايه؟ نقلبه على الخبز اللي عندنا، بس هنخليه شوية، هو طبعا مش هيتشتش، بس هنخليه لغاية ما يبتدي ده يخلص عندنا. البصل عايزين دلوقتي نسخن، المرقه كمان. طب احكي لي عشان جابالي اقرا اليوم من الفيسبوك. يلا هلا بصير. خلاص. بس بسيب ده يسخن. طيب هنا نحط العيش هنا. لارا الفايز، إيمان، صباح الخير يا إيمان. حمودة من فلسطين، تحياتنا إليك. إسراء قطاونة اللي عم بسأل عن عيادة الدكتور، تواصلوا معنا على الفيسبوك، رح نخلي فريق الإعداد يحط لكم التفاصيل. رشا العزام، شكرا. وآل خزامي، إسراء قطاونة، ومرام البيك، ونور عثمان.
طيب دلوقتي انت عارفه انا بفكر كده، جات لي فكيره انه ليه مثلا انا قولي بس المشكله. انا قد ما بحاول بقدر بتابع الكومنتات بس ما شاء الله بتبقى كتير الكومنتات، بس بعد كده حابه اني ابقى اشوف الاسئله كلها اللي بتيجي على الكومنتات والحلقه اللي وراها بكتب بكتبهم في ورقه، والحلقه اللي وراها برد على كل حبيت الفكرة. حلوه صح؟ بس انا ما حد رد علي، لا انت ولا ديما حكيت لكم انه نعمل شيء للي متجوزين جديد، انه كيف ينظفوا الدجاج، كيف ينظفوا اللحمه، السمك، يسلق الرز، هيك نعمل حلقه انه شيء كثير بيسك. ما هي ما بتبقاش حلقه واحده، ده ما ينفع. هتلمي ايه ولا ايه في الحلقه لا الواحدة. يعني نصير نعمل اكثر من واحده، بعدين دي هتبقى حلقه نظريه مش عمليه. فهمتي قصدي ازاي؟ يعني مثلا عايزين انت بتجيبي دجاجه وبتنظفيها، عايزه نغسلها هنا وكله، ليه لا؟ جد فكري فيها. لا حلوه، اوكي حلوه طبعا. يعني ولعلمك انا بحاول دايما في وسط الحلقات بدخل حاجات اساسيات طبخ للبنات، يعني زي مثلا بشاميل ازاي بيتعمل، الحاجات اللي هي الاساسيه. طيب خلينا اذا مثلا اللي عنده اسئله، هي حكيت لكم غاده بتصير تجاوب، وكمان اذا حابين اقتراح انه اساسيات الطبخ، احنا دائما بنحكي بتنظفوا الدجاج بس ما بنعرف كيف ننظف الدجاج، او بتسلقوا الكذا بس ما بنعرف كيف، اذا بدكم هاي الاساسيات تبعتوا لنا هلا على الفيسبوك عشان اقنع غاده انه ضروري نعملها. هلا بنعملها يا لولو، انت تأمري. انا بحكي من تجربه، دخلت على المطبخ ما بعرف اسلق رز مش اسلق رز، شو اسمه؟ افلفل رز. طيب دلوقتي هنحط الدجاج المسلوق اللي عندنا مع البصل، طبعا زي ما قلنا مسخن بيحب حاجات قليلة بس بيحبها جدا. لا هلا صرت شاطرة بتمسخروا انه بعرفش الفرق بين اسلق وافلفل. لا لا هلا شاطرة وما بخبص بعدين الرز معي. من ابو ظبي بيسلموا عليكي غادة، اهلا وسهلا. ناهد ورندا سمهوري امل ذكرنا عملت المندي على طريقتك وطلع كثير زاكي. الله يسعدها بالف هنا وشفا. تمارا عبيدات، هبة أبو شعبان، هبوش الجميلة. طيب بصي هنحط بقى دلوقتي التوابل اللي عندنا، طبعا برضو السماء، وطبعا السماء بيقف على حسب الذوق الكمية، وهنحط شوية بهارات، وهنحط جوزة الطيب، وزي ما قلت دايما حلو انها تتحط فريش. انا عندي هاي بس بتكسلني هاي. انا بحب هي حلوه بس انا بحب دي المكنه اللي كده دي كتير. أيوة سهله. عم تسالي ياسمين على المندي اللي عملناه، هلا موجود الطريقه على اليوتيوب، فانا ما بقدر على الهواء احكي لك يعني مش حافظه اكيد الطرق. فعلى رؤيا هلا بنذكر بالموقع بتدخلي وبتلاقي. خلاص بس هنحط كمان شوية ملح وفلفل. خلاص احنا كده كله عندنا جاهز. هناخد دلوقتي الشوربة اللي عندنا، معلش حتى لو حطيتها في الطبق ده شوية، انا دلوقتي يعني اللي قلت احطها علشان تاخد من التتبيلة بتاعت الخبز المقلي. بس هسقي شوية العيش ده. وعدتيني يا غاده بالجوزيه، هيني معك ومعك. انا ما اعرفش انك معايا، انت لازم تبعتي تقولي لازم احكي لك. المكنه جاهزه خلاص. طب شوفي الاحد الجاي لانه انا الخميس مش مداومه. اكيد خلاص الحد الجاي هنعمل الجوزيه لدندونه. واخيرا بتحبها كمان سوفيا ولا بتضحك علي؟ لا بحبها. مين ما بيحبهاش؟ جميل طعمها. اهلا وسهلا بنارت كمان منور. طيب وهنجيب دلوقتي الرز اللي انا عملته زي ما قلنا سخن. بتعرفي مين اللي ذكرني بالجوزية؟ مريم. مريم الفقير. لانا برضه بدها حلقة عن اساسيات المطبخ، هي صاروا لهلا خمس تعليقات، هيني عم بعدهم. كفاية خلاص والله. انت لو حابة الفكرة والناس حابينها طيب ما لازم نعملها على طول. طيب الرز مش كتير بس ايه يغطي لنا طبقه الخبز اللي عندنا. حاضر يا وائل، حاضر يا وائل.